يعني هنا في المدرسة أفضل بكتير جدا من الجلوس بره كله. معانا مدرسين من أفضل المدرسين على مستوى الجيزة. مشهور بالمدرسين الجيزة بنات والمدرسة الشهير بالأكفاء. كل سنة وأنتم طيبين ونقول لإخوة الزملاء كل سنة وأنتم طيبين. شكرا على المجهود الجميل اللي عملتوه النهارده. شكرا. أشكركم على حسن استماعكم وتعاونكم معنا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم والتعلم، وأن ينفع بنا الناس وينفعنا به. أوصي نفسي وإياكم وبنتي مزيدا من الجهد لنيل أعلى المراتب وأفضل من الدولارية. إلى اللقاء في إذاعة جديدة متميزة مع تحيات أسرة الإذاعة المدرسية. شكرا للاستاذ عبد المعصود، شكرا ليارا، والله يارا كل سنه وانت طيب يا يارا. الناس اللي هي الفصل المتفوقين يعني هنطلع ان شاء الله السنه دي في العباقره يا رب ان شاء الله.